يقول أخونا: أقرأ وأسمع أحيانا عبارات ابن الفقهاء هي المصلحة المرسلة، أرجو أن تبينوها لي وفقكم الله. هذه مسألة وصولية، وكان على السائل أنه يتعلم أولا، لأن هذه مسألة وصولية لا يتوصل الإنسان إليها إلا بعد أن يتعلم أصول الفقه، فإذا تعلم أصول الفقه اتضحت له هذه المسألة. أما إذا كان لا يعرف أصول الفقه حتى لو شرحناها له فإنه لن يستفيد منها. المصالح المرسلة هي المنافع التي لم يرد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، هذه هي المصالح المرسلة، المنافع التي ليس هناك دليل على الأخذ بها وليس هناك دليل على تركها، وهي مصلحة ومنفعة. نعم، جزاكم الله خيرا. بالمثال شيخ صالح يتضح المقال، جزاكم الله خيرا. كل شيء جديد، كل شيء يستجد في حياة الناس في معاملات الناس وليس له دليل واضح، إما ينص عليه وإما يدخل في عمومه، إما أنه ينص عليه أو يدخل في عمومه، فهذا محل المصالح المرسلة. نعم.